أنا آسف لقد كنت متأثرا قليلا. هكذا إذا دعني أعلمك تقنيات أكثر. يا له متحسن وسريع. سيدي نادني بالملك. حتى إذا قمت بتعليمه أساسيات أن يصبح مضيف في حالته هو حتى يفتقر إلى أساسيات الجمال، أليس كذلك؟ حسنا انظر، حتى إذا نزعت النظارات عنه عيونه ستظهر صغيرة جدا. انتظر، لقد فقدت عدساتي خلال مراسيم الدخول. هيكارو كارو. نعم. كريا استدعي مصفف الشعب. موري سنباي اجيب لنا عدسات من الممرضة. أخي تماكي ماذا عني؟ موري سنباي أنت تناول الكعكة رجاء. هذا ليس عدلا، الجميع مشغولون جدا. حسنا ارتك هذا الآن. ماذا ماذا؟ بدون أسئلة. توقف، أعلم حسنا سأنتهي بنفسي. كلاكما إلى الخارج. سينباي. لقد انتهيت. يمكنني الاحتفاظ بهذا الزي الرسمي صحيح؟ تبدو لطيفة جدا، أنت تبدو مثل الفتيات. هارو تبدو لطيفة جدا. لما لم تخبرنا بأنك تملك وجها جميلا؟ الآن يمكنه أن يساعدنا في استضافة زبائننا. نعم كما توقعت، وظيفتك كمساعد انتهت الآن، وابتداء من اليوم أنت عضو رسمي في نادي الضيافة. أنا سأدربك شخصيا لتصبح مضيفة من الدرجة الأولى، وإذا أصبحت مطلوبا من قبل 100 ضيف دينك 8 مليون ين سيذهب حالا. مضيف؟ هاروهي، ما هي هواياتك هاروهي؟ هل تعتني ببشرتك ببعض الطرق الخاصة؟ إنه جميل. لقد انتهيت، لا أملك أي فكرة حول هذا. ما العمل؟ لماذا انتظرت لهذا التعليم هاروهي؟ نعم ذلك صحيح، إذا حصلت على 100 زبون لمواعدتي فإن دين 8 مليون ين سيذهب. تلك كانت الصفقة. توفيت أمك قبل 10 سنوات من المرض، إذا ماذا عن الأعمال البيت الروتينية؟ أنا أقوم بها بنفسي. أمي كانت ماهرة جدا في الطبخ، تركت لي الكثير من الوصفات عندما قامت في المشفى. لقد كانت مسلية جدا أن أتعلمها واحدة تلو الأخرى، وأبي يصبح سعيدة جدا في الأيام التي أطبخهم بشكل صحيح. أحببت تلك الأوقات حقا. هل ناظرة دعوتك غدا أيضا؟ دعوتك غدا أيضا؟ سأكون ممتنا جدا. إنه طبيعي جدا، لا يحتاج إلى تعليمات. تماكي سما. اغفري لي يا أميرتي، أنا فقط كنت قلق بشأن طفلنا هناك. أعتقد بأنك مهتم بذلك الطفل هناك. ذلك واضح، بالطبع أربيه مثل طفلي. هاروهي تعال هنا أريدك. نعم. قدم نفسك، هذه الفتاة هنا هي الأميرة أيانو كوجيهين ضيفتي المألوفة. هذه الفتاة مسرورة لمقابلتك. هذا لطيف جدا أمي، ذلك التعبير لطيف. جيد جدا لطيف جدا. أنا لا تفكر فيها أبدا. ماري سيباي، لم تكن مضطرا أن ترفع هاروهي بعيدا، هيا عد إلى صدر والديك. أنا لست بحاجة إلى أبوان. حقيبتي اختفت. لا، اعتقدت بأنه لن يكون هناك أي شغب في هذه الأكاديمية، لكن هذا خلاف ما توقعت. هذا أنت. أنت الآن تبدو مرتبا ونظيفا، والشكر كله لتماكي. لماذا لا تصلح؟
أصلك الوضيع. حسناً، أنا متأكدة بأن تلك الفتاة من فعل هذا. بغض النظر عن السبب، إذ لم أجد محفظتي لن أستطيع اشتراء غدائي لهذا الأسبوع. أيها العمي، أنت لديك الكثير من الشجاعة للتغيب عن نشاطات النادي. لماذا حقيبتك مبللة؟ أسقطتها بالصدفة في الماء. أنا لا أستطيع إيجاد مال غدائي لهذا الأسبوع. لا تقلق بشأنها، أنت ستبلل نفسك هكذا. لا بأس إذا تبللت قليلا، كما يقال الرجال الوسيمون لا يمكن أن يؤذوا بالماء. هل هذا ما تبحث عنه؟ هذه هي. ما الخطأ؟ لماذا تنظر إلي بذهول؟ هل أعجبت بي؟ من يفعل؟ لكن لماذا تفعل هذا؟ لم أكن حذرا وأسقطتها مصادفة خارج النافذة. أرى ذلك سيء جدا، لكن كيف سقطت الحقيبة إلى البركة لوحدها؟ لماذا هذه الفتاة طلبتني؟ على أي حال، لكي تلتقط تلك الحقيبة القذرة ضيقت أيدي تماكي سما الثمينة من أجل ذلك. تماكي سما مهتم بك لجذورك الاجتماعية الفريدة. لا تسيء فهمه، لأنه في الحقيقة يعتقد بأنك لطيف. في الحقيقة أنت تغارين؟ يا للبشاعة، أنت رميت بحقيبة هاروهي في البركة صحيح؟ كيف تجرأ؟ هل لديك إثبات؟ بالرغم من أنك جميلة جدا، لكنك غير ملائمة لتكوني ضيفتنا. بالطبع أعلم هاروهي ليس ذلك النوع من الفتيان. توماكي سما، أيها الأحمق. أتسببت كل هذه الفوضى صحيح؟ أنت بحاجة إلى عقاب. الآن يجب عليك أن تحصل على 1000 زبون. يدك. أنا أتطلع إلى تقدمك. هذا هو الزي الوحيد المتبقي، إنه أفضل من البقاء مبللا. شكرا جزيلا هاروهي، خذ. أحضرت المنشفة. هاروهي. نعم. هل أنت فتاة؟ بيولوجيا نعم. أعتقد بأنه لا بأس إذا ما اعتبرتموني شابا، مع ذلك فأنا أقل اهتماما بالنوع الهوية من الناس الآخرين، إن الشخص نفسه أكثر أهمية. يا له من تغير مثير من الأحداث. لكنك على ما يبدو لم تكن تعلم ذلك سينباي. إنني أعتقد أن ما يحصل بداية رائعة وجميلة للحب، لكن ليس من السيء بأن أكون مضيف وأن أستمع إلى فترة الفتيات. أجل، سأبدأ بمخاطبة نفسي كالفتى من الآن. لا تكن مغرورة جدا فقط لأنك ذو شعبية بأن تكون مضيفا، يعني بدأت باستضافة المزيد من الضيوف الآن. لا تستولي على ضيوفي. الحلقة القادمة مهمة نادي الضيافة. سيكون نادي الضيافة بانتظاركم. إلى اللقاء.